الخبر الأول عدنا عن نورمان ووصول حساب التيك توك لل 14 مليون متابع، فان شاء الله ألف مبروك أخبار ال 20 مليون يا رب. طبعا هو بقى نورمان هو الأول على التيك توك بالوطن العربي، فاكتبوا لنا أحبابي بالكومنتات وباركوا له على هذا الإنجاز الخرافي. روح حاليا لبيسان تيكت وعيد ميلادها، فاليوم يا حبايب هو عيد ميلاد بيسان تيكت، فكل عام بخير أخبار مليون سنة يا رب. وطبعا معلومة بس إنه بيسان تيكت حاليا صار عمره 22 سنة، طبعا تسون يا حبايب إنه تعيدوها بالكومنتات على عيد ميلادها. روح حاليا للصدمة اللي سواها نورمار، وهل يا ترى هو راح يتزوج او نقدر نقول هو راح يخطب يا رمار او اي بنية ثانية؟ فنورمار نزل هذا الستوري كان لابس ملابس رسمية وكاتب عليه عم اخذ ورد راح تعرفوا كل شيء قريبا. بعدين نزل هذا الستوري مثل ما شايفين لابس ملابس رسمية وواضح انه رايح مكان معين يعني، بعدين اخذ وياه ورد وقاعد بالسيارة، واضافة انه ورد احمر واضح انه ورد ياخذ الحبيب لحبيبته. وبعدين نزل هذا الستوري انه انا ما هو كان طالع وياه مثل نقول جاهة عم يقدر يخطب وكاتبين له احلى عريس. اكتبوا لنا حبايب بالكومنتات تتوقعون فعليا انه مر راح يخطب او مجرد يسوي هذا الشيء عمود حمسنا للفيديو كليب مالته. ننتقل حاليا لانس شايب يا حبايب وصول حسابه بالانستغرام لل 2 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك اخبار ال 10 مليون يا رب. وطبعا انس شايب حقق هذا الانجاز بعد ما رجع حساب الانستغرام اللي كان متهكر مده شهرين، فلسون يا حبايب تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز. روح حاليا الام نور السار يا حبايب وفضيحتها الرند ويارا عزيز وبعض من اليوتيوبر يعني البنات، السبب تنزيلها هذا الفيديو يا حبايب على حسابها بالانستغرام، وضح هذا الفيديو هي صورته بدون ما يعرفون البنات اللي كانوا ماخذين راحتهم قاعدين يرقصون مثل ما شايفين، هاي رقص يارا ورقص مدري شنو يرقصون رقص شرقي، وهاي من مشاهير البنات يا حبايب مشان يعرفون من خلالهم يتعرضون للتهجم انه انتم عيب تسوون هذا الشيء. ما ادري ايش رايكم بالكومنتات، تشوفون الموضوع فضيحه او موضوع عادي يستحق التهجم او لا. ندخل حاليا نور ستار والستوريات، نقدر نقول كل الجريئه اللي نزلتها. فنور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري كاتبه عليها راح اخطب وحط صورتها وايموجي خاتم. بعد نزلت هذا الستوري المحادثه ويا واحد الاغلب متوقع انه هو حبيبها اللي يطلع وياها صاير باخر فتره ولكن بالصوت بدون صوره، وكاتب لها يا الله هي قالت له او بيبي احبك، وكاتب بشكل انه جد راح نخطب. فاكتب لها بالكومنتات اتوقع انه تسوي هذا الشيء مجرد تحميس او مجرد اكو فعلي هذا الشيء. وبالختام يا حبايب على سوريات محمد جواني اللي راح ينزل فيديو كليب مالته بعد ساعه يا حبايب، احط لكم رابط قناه جواني كلي فعل الجرس ينتظر الفيديو كليب مالته الجديد. كلام كلش مهم قاله من قلبه يا حبايب، روح شوفوا كلام كلش مهم احط لكم الستوري. حاليا صارت الساعه 6 الصبح، احب احكي لكم هذا الستوري حفظوه عنكم. الاغنيه صارت على قناتي غير مدرج والفيديو كليب كامل، من بعد انا حرجع لليوتيوب استمر بشكل جدي واهتم شوي للمحتوى للفيديوهات، بس هي الاغنيه بإذن رب العالمين ترند بعد غياب 7 شهور، وما طلبت من أي حدا غير من رب العالمين، طلبت من متابعين الدعم بس، ما طلبت من أي حدا نشر أو شيء. نعرفان الناس رح تحبها وتنشرها لحالها، فمشان هيك كونوا جاهزين بكرة يا إخوان. بكرة إن شاء الله أنا أول ما أصحى الصبح رح أحط لكم إياها مع الوقت، تمام؟ عير الوقت أحط لكم إياها مشان تعلقوا عليها وتعطوا لايكات تتفاعلوا. شو ما جابت انا مبسوط، انا بنبسط بالشي اللي عندي، بعتبر حالي على طول رقم الصفر مو عيب. يلا يا رب شوفوا لنا منظر احلى. بس يا حبايبنا وصلت المقطع، المقطع جاكم لسوي فجر، روحوا بقطع بلايكات وبس، جايكم فزين مقدمة القصص، احبكم ومع السلامه.